مزيد من التفاصيل ينضم إلينا من موسكو مراسل القاهرة الإخبارية حسين مشيك. حسين، ما هي تفاصيل هذا النبأ باعتقال الأمن الروسي أعضاء خلية متطرفة لتنفيذ أعمال إرهابية في مدينة روستوف؟ نعم شيماء، الأمن الروسي أعلن صباح اليوم عن اعتقال خلية تابعة لجماعة متطرفة في مدينة روستوف. هذه الخلية عملت خلال الفترة الماضية على تجنيد عدد من أبناء المدينة من أجل تنفيذ أعمال إرهابية داخل مدينة روستوف والمدن الروسية الأخرى. الأمن الروسي يعمل على مدار الساعة على إحباط هجمات إرهابية داخل البلاد، وأيضا البيانات التي يصدرها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تؤكد على أن الجانب الأوكراني أيضا يريد إشعال الداخل الروسي وإثارة الذعر لدى المجتمع الروسي. فالجهاز الأمني الروسي أكد على أن عدد المكالمات والرسائل التي تدعو المراهقين في المجتمع الروسي إلى حمل السلاح وأيضا القيام بأعمال إرهابية مرتفعة خلال الفترة الحالية، ومصدر هذه المكالمات والرسائل هو الأراضي الأوكرانية، على ما يبدو بأن الأجهزة الأمنية الروسية تتخذ إجراءات أمنية مشددة. ففي العاصمة موسكو خلال ساعات الصباح الأولى تم إغلاق عدد كبير من الشوارع من دون ذكر الأسباب. منذ قليل تم إعادة فتح عدد من هذه الشوارع. حسب مصادرنا فإن الأمن الروسي وتحديدا الحرس الوطني الروسي يقوم بتفتيش بعض المراكز وأيضا الأماكن التي وردت اتصالات حول وجود تهديدات أمنية حول هذه المنشآت. أيضا الحرس الوطني الروسي يقوم بزيارة بعض المدارس وأيضا يقوم بتقديم الإرشادات والشرح الكافي للطلاب في المدارس بضرورة الإبلاغ فورا عن أي رسالة قد تصلهم من بعض الأشخاص من الأراضي الأوكرانية يدعونهم إلى حمل السلاح وإلى تنفيذ أعمال إرهابية. الأمن الروسي يطلب من الأهل وأيضا من وسائل الإعلام بضرورة لعب الدور الكافي في الوقت الحالي، لأن ما قامت به الجماعات الإرهابية خلال الأيام الماضية وتحديدا يوم الجمعة الماضي من تنفيذ هجوم إرهابي على مركز سيتي كروكس، أصبح هذا المركز أو هذا اليوم تاريخ مفصلي بالنسبة للقيادة الروسية وبالنسبة للمجتمع الروسي. نحن نتحدث عن هجوم أسفر عن مقتل عدد كبير من المواطنين الروس إلى جرح أيضا عدد أيضا كبير، وهذا الهجوم أدى إلى اتخاذ إجراءات مشددة نراها على الطرقات. الأجهزة الأمنية الروسية تقوم بتفتيش أماكن تواجد المهاجرين ولا سيما المهاجرين من دول آسيا الوسطى، وتقوم الأجهزة الأمنية بتدقيق أوراقهم الثبوتية وأوراق إقامتهم على الأراضي الروسية. كما أن في التطور نفسه وفي السياق نفسه القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الروسية تقوم أيضا بتكثيف نشاطها العسكري في الأراضي الأوكرانية. فحسب أيضا آخر المعلومات المتوفرة لدينا فإن القوات الروسية أعادت واستهدفت محطة تصنيع وإصلاح توربينات الغاز في مدينة نيكولايف الأوكرانية. في أسبوع واحد تم توجيه ضربتين إلى هذه المحطة، على ما يبدو بأن الجيش الروسي بدأ يتخذ منحى آخر من العملية العسكرية في استهداف محطات الطاقة ومحطات الغاز في الأراضي الأوكرانية. وكما يرى الخبراء أيضا شيماء بأن هذه الضربات ستشتد خلال الفترة المقبلة، لأن الاتهامات الروسية تذهب إلى أوكرانيا وتحديدا إلى القيادة العسكرية الأوكرانية. ويوم أمس مدير الاستخبارات الروسية أكد على أنه مدير الاستخبارات الأوكرانية لربما سيكون هدفا مشروعا خلال الفترة المقبلة للجيش الروسي، كون أن مدير الاستخبارات الأوكرانية على ما يبدو له علاقة واضحة مع الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم على مركز سيتي كروكس. عملت روسيا خلال الفترة الماضية على تحييد القادة الأوكران من أي عمل عسكري، لكن الآن وبعد الهجوم الإرهابي على المركز التجاري بدأت روسيا تتخذ خطوات مختلفة تماما عن الخطوات السابقة. والمسار الروسي في العملية العسكرية أيضا سيكون مختلف. الجميع ينتظر ما ستعلنه لجنة التحقيق الروسية والمحكمة الروسية من كشف عن المعلومات حول الجهات التي نظمت هذا العمل والجهات أيضا التي سهلت وصول الإرهابيين إلى الأراضي. سنكون بالطبع في متابعة مستمرة وأيضا سهلت لهم الحصول على الأسلحة. شكرا جزيلا من موسكو مراسل القاهرة الإخبارية حسين مشيك، شكرا جزيلا لك.